قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تطوير بلاده للصواريخ البالستية هو لأهداف الدفاع الذاتي، مضيفا أن الاختبارات الأخيرة لا تخالف الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين طهران والقوى العالمية الستة. قدم طيران الوعد بأننا لن نستخدم القوة إلا في حالة الدفاع عن نفسي، لكن إذا تعرضنا لهجوم فسندافع عن أنفسنا، والصواريخ هي وسيلة للدفاع الذاتي. وجاءت تصريحات ظريف هذه بعد لقائه مع نظيرته الأسترالية جولي بيشوب في كامبيرا، حيث قال إن الاختبارات الإيرانية التي جرت الأسبوع الماضي لن تستخدم مطلقا في أعمال عدوانية. يذكر أن الاختبارات أثارت قلقا دوليا ودفعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع بين الدول الأعضاء 15 يوم الاثنين.